الصوت مش قاطع، انا معاكم بس مش عارف، مش عارف اقول ايه. لا ما عيطش، ما عيطش. كنت بتفرج مع اصحابي وكلهم عيطوا، بس كان لازم حد يبقى ماسك نفسه. عيطت المرة اللي فاتت لما كسبنا، فهم كانوا معايا. المرة دي لا ما بعيطش، ما بعيطش. متضايق، عينيا بتلمع بس مش عياط، زعل يعني، زعل. هنتكلم مع بعض سواء الكلام ايه. زي الناس يعني، ما تعرفش هطلع تقول ايه. بس هو الفكرة بالنسبة لي اني مش عايز ابقى الشخص الجبان اللي بيهرب وقت ما الناس مستنية حد يطلع اكلمها. بس ما انا خلاص كتبت قدر الله ما شاء فعل، وتمام وقفل ونام بقى. بس زي ما الناس لما بنطلع نقول كلمة حلوة بيقولوا لنا كلام حلو، لازم وقت ما بيبقى فيه حاجة وحشة لازم نطلع نتكلم مع الناس وتحس ان ده واجبك. يتفرج عليك ايه، 10 15 100، الفيديو هتسيبه يتفرج عليه تاني يوم يوصل 1000. بس على الأقل تبقى عملت اللي عليك واتكلمت مع الناس. خلي بالك ان احنا جوانا كلنا كان جوانا احساس، سيب اللعيبة بره الموضوع دلوقتي، كلنا جوانا احساس ان احنا كنا خسرانين، بس كنا عشمانين في ان اللعيبة هي اللي تضيع الموضوع ده مننا. معلش سامحوني انا راس مالي لساني، بس لما بيبقى في الاوضاع اللي زي كده بيبقى الموضوع صعب، والله صعب حقيقي. يعني ان انت انت شخصيا متضايق وبتخاطب مفيش شخص بيتفرج عليك الا هو زعلان، فانت الكلام طالع منك بضيقه وبيتفرج عليك ناس متضايقه، فهم مش طايقين كلمه وحشه، فلازم تنقي كلامك وتكلمهم باسلوب يهون عليهم. اي حد، مفيش حد فينا مش معفي من خساره النهارده، مفيش حد مش معفي من خساره النهارده، من اكبر راس لاصغر راس. واي حد دلوقتي هيطلع في منطق المدافع عن اي حد، عن اي حد، هيبقى انسان ماشي عكس التيار ويستاهل اللي اتقاله، حتى ولو كان بيتكلم بمنطقية. بس في الاول في الاخر الموضوع صعب والله يا جماعة. يعني انت ممكن تكون قاعد بتتفرج مع نفسك مع 2 3 4، كنا بنتفرج في مكان فيه حوالي 500 واحد، الحزن كتير بقى، فانت شايف في ملامح الناس كتير، وقاعد مع اصحابك مخنوق ومتضايق. او كل مرة الواحد بيبقى عارف هو بيحب الاهل قد ايه، بس ما تحسش انت بتحبه قوي قد كده لما بتشوف زعلك ده. فمعلش بكررها تاني، سامحوني على اني مش عارف اجمع الكلام او كده. طبعا هاخد كومنتاتكم وهقراها. معلش انا مشغل مروحه، فلو صوتها مضايق قولولي عشان اطفيها، لان المره اللي فاتت الناس سابتني للاخر واللايف صوته باظ بسبب الهوا، فلو في هوا قولولي عشان اطفي المروحه. انا الجو مش يعني لطيف، بس انا حاسس بصهد، حاسس بصهد جاي من الاحاسيس اللي هنتكلم في موسيماني يمشي ولا ما يمشيش. بس هو بص خلي بالك، انت دلوقتي في وضعيه اي حاجه هتقولها فيها انتقاد هتتقبل، اي حاجه فيها ثناء على اي حد في المنظومه حتى لو عم حارس، فانت ورزقك يا تتقابل يعني بص انت دلوقتي في ناس ممكن تلعب على السيف سايد بقى. السيف سايد ده اللي هو بيقول ايه، اطلع دلوقتي سقف لطاهر محمد طاهر، فتمام محدش هيطلع يقول لك حاجه. اطلع دلوقتي قول موسيماني يمشي عادي، محدش هيقول لك حاجه، رغم ان ممكن بكره وبعده لما تهدى والعصبيه تروح من عندك تفكر بشكل مختلف. لكن انا هنا مش طالع امشي حد ولا اقعد حد، انا دلوقتي طالع اتكلم مع الناس. اعتبروها حب للذات كده، ان انا افضفض عشان اعرف انام، او على الاقل لو في حد متضايق وبيحبني كشخص يعني، فلما يشوفني فضفضت فيروق معايا فنروق كلنا وننام. لان سبحان الله امبارح ما كناش عارفين ننام بس من القلق، فالنهارده مش عارفين ننام من الزعل.
لما كان صحابي بعد الماتش زعلانين كنت بقول لهم يا رجاله في ايه يعني، ده احنا في وضع ما فيش حد عارف يقرب له، ان انت بطل افريقيا مرتين وبتلعب التالتة وخسران البطولة عن عمد عن عمد، والله العظيم ما في طبعي ولا في شخصيتي ولا بحب الانسان اللي بيصدر نظرية المؤامرة. بس النهاردة يا جماعة الكلام كان قدام عينينا لايف، الفيديو متصور بث مباشر، بث مباشر. احنا قبل ما نخش نحكي في كلام، قبل ما نخش نحكي في كلام، احنا كنا وحشين في الملعب جدا جدا. يعني لو كل الكلام اللي بنحكي فيه ده كله ومر مرور الكرام وجينا في الملعب لعبنا كويس كنا ممكن نكسب وننسى كل ده. اتس unfair اللي قالها بيبو لانفانتينو دي كانت هتبقى رنانة جدا وليها قيمتها قوي لو كنا كسبنا، بس قيمتها مش هتطلع زي ما هي يا بيبو والله، وانت خسران مش هتطلع زي ما انت خسران. في مؤتمر صحفي النادي قال هيعمله بعد المباراة سواء كسبنا أو خسرنا، كان نفسي يتعمل وإحنا كسبانين. قد إيه كانت هتبقى حلوة قوي إنه يطلع الكلام منك وإنت كسبان، يا جماعة أنا كسبان أهو وأنا البطل أهو، بس اللي حصل ده واحد اتنين تلاتة أربعة. خلي بالك، عاوزك تبقى مقدر اللي أنا بعمله دلوقتي. إيه بقى اللي أنا بعمله ده؟ ان انا بتكلم معاك بتون الصوت ده بالهدوء ده من غير ما اشتم. والله انت، والله العظيم انت مش، انت يمكن تكون فاكرها سهله، والله ما سهله، والله ما سهله. بعد ما تخلص اللايف بتاعي حط موبايلك قدامك واطلع اتكلم على فيديو انت هتتفرج عليه بعد 5 دقايق وشوف انت هتتكلم ازاي. انا متوتر ومتضايق بس حقيقي يعني كان نفسي، نطلع كسبانين الماتش ده لأسباب كتيرة جدا جدا والله العظيم. وائل جمعة النهاردة في ال أنا يمكن ما شفتش وائل جمعة بعد الماتش عشان كنت في الشارع، بس كنت سامع الناس بتتكلم على إنه طلع قطع في موسيماني يعني. بس بص، أنت ممكن تعمل سكرول كده للموبايل بتاعك وتخش على الوول عندك، تخش تشوف الناس كاتبة إيه، واعرف إن وائل جمعة مشجع زيه زيك. فعادي، ان يطلع يكتب كده او يقول كده، هو اوريدي اصلا قطع فيه في عز ما كان كسبان، فما تستناش منه في عز ما هو خسران بطولة انه ما يطلعش يتكلم، خصوصا انه قاعد في وسط استوديو كله عمال يطلع له لسانه واللي هو اللي عندك يعمله وكمان خسر. فمن الاسباب البسيطة قوي اللي كنت عاوز نكسب عشانها النهاردة ان وائل جمعة يرفع راسه في الاستوديو، الكسرة وحشة قوي يا جماعة والله، الكسرة وحشة قوي. بس هنا بقى، هنا لازم أقول كلمة، أقسم بالله العظيم لعبت الأهلي رجليها ما كانت شايلاها من جمهور الوداد. تقول بقى إن أنا بطبل لجمهور الوداد بقى، اللايف ما حدش بيشوفه إلا الأهلاوية، وما عنديش حد إلا أهلاوية على الفيسبوك، ومحدش فيهم طايقين على فكره لاني دخلت شتمت في جمال سطيفي الصحفي، فهم كلهم نازلين فيها شتيمه. فيعني جمهور الوداد يا جماعه عظيم والله العظيم بجد يعني، لا الله يسامحه او الله لا يسامحه اللي حرمنا من الجمهور، حتى لو كان الجمهور نفسه اللي حرمنا من نفسه فالله يسامحه. ايه يا جماعه الجمال ده؟ والله احنا خسرنا من قبل ما نلعب، والله خسرنا من قبل ما نلعب. ايه العظمه دي؟ ايه ده؟ 15 20 30 الف في المدرجات كلهم اولتراس يا جماعه، كلهم اولتراس يا جماعه، ده ايه ده؟ ايه الرعب ده؟ على فكره الحكم ما كانش بالسوء اللي ممكن الناس تتكلم عليه، انت بس عشان خسران، انما لا ما كانش حكم ظالم، ممكن يكون قرار غلط تقديري غلط، لكن ما كانش ظالم ابدا، ما كانش جاحد، ما كانش مفتري. سيبك من تصريح موسيماني اللي كتبه والتويته اللي كتبها نكبر بقى، تصريح عادي، كومنت عادي، كان بيحاول يفك بيه الضغط على نفسه وينقل الكوره من ملعبنا للملعب التاني. ما موسيماني بيرغي من ساعه ما جه، فمش كل حاجه هنقفش فيها، خسرنا النهارده من اللي شفناه من الجمهور، مرعبين والله مرعبين،
مهما شفت انا ما شفتش جمال كده. معلش يمكن نكون خسرانين فالكلام بالنسبة لك يعد تمجيد في الخصم، لكنه مش كده. هو يعني تحس ان انا بشكي حالي، يعني اللي هو انا متضايق. انا بحضر في الاستاد من 96، انا مواليد 86، من ساعة ما كان عندي 10 سنين بحضر في الاستاد من 96، قبل اختراع الالتراس اصلا، قبل اختراع الالتراس اساسا. فعارف يعني ايه قيمة الجمهور، وعارف يعني ايه اشجع. وقعدت في كل الدرجات في الاستاد، في كل حتة، من ايام ما كان مصاطب. عظمة زي دي بصراحة يا بخت الوداد بجمهوره يعني. واللي بقوله ده مش تمجيد في الوداد على قد ما هو حزن على حالي، ان انا الاهلي، ان انا الاهلي والعب من غير جمهور. حرام والله العظيم حرام. على فكرة، على فكرة، بس عشان يبقى كل واحد واخد الكلام ويلبسه ولو على مقاسه، يعني ماتش صيف، ماتش وفاق صيف، لكن هنا في القاهرة المدرجات كان فيها ناس فاضية، كان في مدرجات فاضية في القاهرة اللي بيننا وبين الاستاد نص ساعة، المدرجات كانت فاضية. بنروح ماتشات الدوري خلاص عشان السكة دي هتودينا في حتة مش لطيفة، بس هو في الأول في الآخر يعني احنا محرومين من سلاح جبار على مستوى الكورة. الوداد دي صفر على الشمال جنب الأهلي، صفر على الشمال. بكررها للمرة 300، أنا آسف والله، أنا حاسس، أنا حاسس بنفسي، مش أنا، ده مش طبيعتي، أنا مش ده، فمعلش لأنه توتر عادي يعني. بس أنا محافظ على بصوت عمرو دياب، على التوناتي، على تون الصوت عشان ما يفلتش يعني. فاول، فاول الوداد بعد ما كنا 2-0 اتحسبت فاول على ديانج، اللي هو ديانج دخل تاكلينج في المدافع والاتنين خبطوا في بعض، فديانج خد انذار، فاتحسبت فاول للوداد من عند ال 18 في منطقة حلوة جدا. في اللحظة دي انا قلت بقى الجمهور ايه يعني، هيهدى كده ياخد نفسه مثلا لغاية ما اللعيبة تستقر، هيشوطوا ايه. لا لا يا جماعة، احنا على القهوة مش سامعين صوت رؤوف خليف من الجمهور على القهوة، اللي هو مسمعة حاطط دي جيهات كده، دي جيهات رعب رعب يعني. احنا نستاهل نخسر في كل حاجة، الجيم كله كله ما لعبناش فيه اي حاجة صح الا الثلاث ساعات اللي قبل اللي قبل الماتش، وخسرناه قبل الماتش بنص ساعة. يعني ايه؟ يعني الاهلي بعت خالد مرتجي، بعت حسام غالي، بعت امير توفيق، بعت سيادة اللي هو جمال جبر، يروحوا الساعة 3 الظهر لاستاد اللي هو ايه، جمال جبر، مش لواء، جمال جبر مدير المركز الاعلامي، اللي هو ايه، جمال جبر، الاستاذ جمال جبر، للاستاد الساعة 3 الظهر عشان يشوفوا ايه موضوع البنورات والكلام ده كله. واللايف بتاع النادي الاهلي كان تاريخي، اللايف اللي كان موجود في الاستاد كان تاريخي، وصوت خالد مرتجي كان بيرن انا هعمل مصيبة هنا لو جمهوري ما دخلش، ده كان بيتلعب صح. يا سيادة السفير، ده كلام خالد مرتجي، يا سيادة السفير انا خالد مرتجي مع حضرتك، الامر 1 2 3 4 ورافضين ان احنا ندخل، وبنصور يا فندم لايف. فحط المسؤول امام المسؤولية بتاعته، وحط المسؤول قدام المدفع، والجيم اتلعب صح. الاهلي محدش دخل في المنطقة بتاعته، والبنارات اتعلقت، والكام نفر اللي مسافرين من مصر اللي ليهم كل التحية والتقدير، الكام شخص، عشان كلمة نفر ما تتفهمش غلط، الكام شخص، الكام راجل، الكام شهم اللي سافروا من مصر، اللي فيهم بيشجع كورة واللي فيهم ما بيشجعش كورة، قعدوا في الاماكن اللي هم عايزينها والدنيا زي الفل. ده اتلعب صح، ده الجزء اللي اتلعب صح من الجيم. تعالى بقى، تعالى بقى بعد الجيم ده ما خلص، ابتدينا جيم جديد بقى. اللايف بتاع النادي الاهلي شغال، بيصور اتوبيس اللعيبه، اتوبيس اللعيبه دخل الاستاد، قفلوا الباب ورا الاتوبيس. انا بحكي لكم اللي حصل في اللايف ده بقى عشان الناس اللي ما شفتوش، هحاول احكي لكم بطريقه لطيفه كاني بحكي لكم حدوته كده عشان نخرج مع بعض من دور من التوتر ده. اتوبيس اللعيبه بيتحرك، والعربيه اللي فيها
الاعلام بتاع النادي الاهلي، وده وفد رسمي، ماشيين بيصوروا الاتوبيس، والعنوان من فوق مكتوب عليه النصور في طريقهم الى استاد مركب محمد الخامس. يتحرك الاتوبيس ووراه اول عربيه اللي فيها جمال جبر وصلاح فاروق، فاروق صلاح المذيع، والسوشيال ميديا النادي الاهلي الرسميه. بعد الاتوبيس ما دخل، الشرطه تقفل الباب وتوقف الاعلام بتاعنا، ثم العربيات اللي بعد العربيه دي اللي فيها اللايف كانت عربيه شيك جدا، توقعت انه يكون فيها محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي، وقد كان. الراجل اللي بيصور اللايف ادمن بيج الرسميه للنادي الاهلي نزل هو وجمال جبر وبيتكلموا مع الضابط وبيقولوا له احنا مش اعلام، لانه الضابط قال لهم ده مكان دخول اللاعبين فقط، اما الاعلام من البوابه الاخرى. قال له انا مش اعلام، انا وفد النادي الاهلي الرسمي، يعني ادخل من هنا عيب؟ قال له مش عيب، خش من هنا. الموضوع ما خلصش بالشكل ده، الامن بدا يتحرك من مكانه وقفل الباب واخبطوا راسكم في الحيطه. نزل جمال جبر وفاروق صلاح ومصورين السوشيال ميديا الرسميه للنادي الاهلي واتحركوا بالكاميرا مع الضابط يشوفوه رايح فين، الى ان وصلت الكاميرا للمكان بتاع العربيه الشيك اللي بنتكلم عليها، والباب اتفتح، طلع اللي جواها في الكنبه اللي ورا العمري فاروق مع حفظ الالقاب المهندس خالد مرتجي والكابتن محمود الخطيب في الاول جنب السواق. بيبو ما بيتحركش، رابط حزامه ولا كلمه. نزل من العربيه لعمرو فاروق ونزل من العربيه خالد مرتجي وبيتكلموا مع الامن. الامن بيرد يقول لهم تدخلوا بعربيتكم من هذه البوابه. رد عليه خالد مرتجي ورد عليه العمري فاروق وقالوا له ازاي تمشي رئيس النادي ورئيس البعثه وسط الجمهور؟ ده مكتوب في المحضر والاجتماع بين الاتحاد الافريقي والامن. قال له ماليش دعوه. يعني ايه مالكش دعوه؟ بداوا يتحركوا ويسيبوا بيبو في العربيه زي ما هو، زي ما هو قدام باب الاستاد، ويرجعوا قيمه 50 60 متر لورا لغايه بوابه تانية ويبداوا يتكلموا مع الامن. كل ده بكلمكم في فكره ان الجيم اتلعب صح في البدايه النهارده، ثم اتقلب السحر على السحر. انت جاي تعمل معانا كده؟ طب تعالى بقى. المهم العمري فاروق حاول يقنع الامن ان ده رئيس البعثه وانه يدخل من تلك البوابه، كلام وهات وخد، الى ان خالد مرتجي قال له طب خلاص احنا مش داخلين، وكلم رئيسك قول له كده احنا مش هندخل، لان ده تصعيد للامر ان رئيس النادي ما يدخلش. المهم العمري فاروق ومرتجي راحوا تاني واللايف كل ده مستمر للعربيه اللي قاعد فيها بيبو، وقالوا للسواق بتاعها لف وتعالى هندخلك من الباب اللي احنا لسه جايين منه دلوقتي. وقف بيبو بالعربيه في الحته دي ورفضوا يدخلوه. هنا ظهر حسام غالي وظهر محمد الجرحي وظهر جمال جبر وظهر اعتقد في حد تاني انا مش متذكر هو مين، لكنه شخصيه انا عارف شكلها بس مش عارف اسمها يعني، وبداوا يتكلموا مع الامن الى ان حصلت مشاده وبداوا يزقوا في بعض. امير توفيق اتعصب واتضايق، انت بتزقني انت وانت وانت، لغايه ما فيهم حد ده تطاول لفظيا وفي لفظ ظهر من هنا ومن هنا. طبعا حسام غالي الكل عارف انه شخصيه الى حد ما عصبيه شويه، لكن البدله كانت محج، ما مش من انه يقدر يضرب ويقل ادب والكلام ده لا خالص، الفكره ان البدله معناها الكرسي اللي هو قاعد عليه محجمه شويه في قصه الانفعالات والتصرف، لانه في الاول وفي الاخر عضو مجلس اداره النادي الاكبر في القاره، فالكلام كله محسوب عليه والتحركات محسوب عليه واللمسه محسوب عليه، لكنه اتعصب في الاول وفي الاخر. وجمال جبر كان صوته قد كده، ازاي تعملوا معانا كده؟ ده عيب، دي مهزله، دي قله ادب، بقى ده استقبال، ده انتوا بتيجوا عندنا بنشيلكم على الراس. والكلمه اللي وجعتني ولسه مقصره معايا لغايه دلوقتي، والله لا نرجع بالكاس بعد اللي بتعمله ده كله. بس ما حصلش. فضل بيبو واقف قدام باب الاستاد اكتر من نص ساعه، ساعه الا ربع. رئيس النادي الاهلي المصري كبير القوم غصب عن القوم يقف قدام باب استاد مش عارف يدخل بعربيته، وهنا مش رايح يتفسح ولا انه بس مجرد لاعب تاريخي في تاريخ النادي الاهلي ولا انه ضيف ولا ضيف شرف، ده رئيس البعثه. يعني حتى لو لم يكن رئيس النادي ولكن النادي مفوضه انه يكون رئيس البعثه، فليه الحق انه يدخل؟ ما بالك انه رئيس النادي الاهلي ورئيس بعثه النادي الاهلي في نهائي قاري ومحمود الخطيب.
محمود الخطيب اتعامل تلك المعاملة في المغرب. عيب عيب. انا هنا مش جاي ابرر هزيمة، احنا في البداية وهنكررها كتير، احنا ما كناش كويسين وكان نفسي نكسب كورة عشان نطلع نقول احنا لعبنا كورة وكسبناكم في بلدكم، لكن ده ما حصلش. كنت اتمنى ان ده يحصل حقيقة يعني. في الغالب انا مش بني ادم بيحب فتحة الصدر والعنجهية او انه يعمم الامور، فعاوز اقول ان في عز الزعل بتاعنا والضيقة بتاعتنا دي، انا مش عايز اعمم الموضوع واقول ان المغرب كلها وحشة، ولا عايز اقول ان شعب المغرب سيء اطلاقا. الموضوع في الاول في الاخر فئة معينة من الناس، ولتفترض جدلا او تفترض افتراض خزعبلي ان كل اللي كانوا موجودين في اجواء استاد مركب محمد الخامس النهارده كلهم مش كويسين، وده طبعا مش صحيح. انا بقول لك افترض اقصى حاجه ان كل اللي كانوا موجودين النهارده في مركب محمد الخامس مش كويسين، فدول على بعضهم ما يجوش جزء قد كده من شعب المغرب. ف زعلان من حد قول له انت وحش، لكن التعميم شيء ما بحبوش. بالمناسبه بالمناسبه ولا بلاش، ف ما مش عاوز اعمم، فمش عايز في عز زعلي ابان ان انا بخبط في كله وخلاص. كان نفسي تاني اقول ان احنا النهارده كسبانين، وكان نفسي ان اللايف ده يطلع والضحكه من هنا لهنا، بس ملناش نصيب يعني ان نضحكها، وملناش نصيب نفرح بيها. بس هو باي حال من الاحوال احنا محظوظين بالنادي ده، والله محظوظين بالنادي ده. انا عايز بس اقول حاجه يمكن شخصية شوية، بس أصحابي اللي كانوا بيتفرجوا معايا الماتش النهاردة، أنتوا رجالة، أنتوا بتحبوا الأهلي بجد، والله العظيم أنتوا بتحبوا الأهلي بجد. النهاردة كنا قاعدين في وسط يمكن 1000 شخص، مفيش حد عيط بدموعه غير صحابي، الناس اللي في بعض الأحيان لما بنطلع نتكلم مع بعض ولا نتكلم على بعض بيتشتموا. لا، الناس دي من غير جنيه، من غير ما بيكونوا حد بيصورهم دلوقتي ولا حد بيقول لهم انتوا ايه. الناس كانت بتعيط عشان النادي الاهلي، كريم سمير، خالد عزت، علي كالوشه، عمرو طلياني، عماد شيحه، مش عارف اقول مين ولا مين، بس الناس كلها كانت النهارده بتعيط. ف هم في الاول وفي الاخر احنا جزء من جمهور النادي الاهلي، فمش عشان شويه فولورز الناس تفتكر ان احنا حاجه. لا، احنا مش حاجه، احنا جنب جمهور النادي الاهلي ولا حاجه. احنا النهارده كنا قاعدين في وسط 1000 واحد محدش عرفنا اصلا، فاحنا زينا زي الناس. بس هو في الاول وفي الاخر احنا محظوظين بان النادي ده اللي احنا بننتمي له، انا شخصيا فخور بده. ولو خسرانين ولا حاجه ولا يهمنا، هنرجع وكل ما بنتلسع بنرجع نطرقع للكل تاني. ودايما الجمله اللي كان قالها فارس عوض لكريستيانو رونالدو، استفزه بلاتر فقرر ان يعاقب الجميع، انا بقول كده، استفزه الوداد فقرر ان يعاقب الجميع، وان شاء الله هيبقى عقاب للوداد وغير الوداد. لما خسرنا على ايد العرجون في 2007 رجعنا في 2008 كسبناها، لما خسرنا من سان داونز 5 رجعنا خدنا واكتسحنا الاخضر واليابس، بعيدا عن الفنيات وبعيدا عن اي حاجه. بالنسبه للاخبار انا ما شفتش الشوبير قال ايه، بس الفكره كلها في الاول وفي الاخر ان شوبير هو الاعلامي رقم واحد في مصر، شوبير مصادره كتير، بس في الاول وفي الاخر شوبير مش نبي، شوبير مش نبي، وشوبير مش المتحدث الرسمي باسم النادي الاهلي. وشوبير على قد ما هو شخصية إعلامية فذة، إلا إن في الأول وفي الآخر الناس عارفة إنه في بعض الأوقات أو في بعض الأحيان بيتجه للنظر للأمور بشكل شخصي شوية. الشكل الشخصي ده قد يكون أو يتمحور في الفترة الحالية في تواجد مصطفى شوبير في النادي الأهلي، وده طبيعي كأب، طبيعي كأب. يمكن تستغرب من اني بقول لك كده، لكنه ده الحقيقه، ان شوبير في بعض الاحيان ممكن في حاجات يفوتها وما يتكلمش فيها ويطنشها، بس بيدوس فيها ويأكد عليها لاجل مصطفى. فده في مصلحتي على فكره، انا مش متضايق، هتطبل للاهلي عشان مصطفى، عشان اي حد في اهلا وسهلا بيك، اهلا بيك، لسبب بسيط ان مفيش في الاعلام الرياضي كله حد واقف مع الاهلي الا جمهوره. فلما هلاقي اي حد بيطبل لي لاي سبب من الاسباب فانا معاه، انا معاه. انا فهمت كده. ماشي يا ابراهيم. اولا شكرا يا هيما، انت متفاعل جدا يعني. وصفي بتقول النادي طلع بيان رسمي قال ان مفيش اي اجتماع واي حاجه في الاخبار دي،
هو بس يبطل هبد وياخد ابنه في ايده ويغوره. لا انا مختلف في حته ياخد ابنه، لان ابنه ملوش ذنب. انا عاوز مصطفى شوبير يطلع اعاره، عايز مصطفى يطلع اعاره، لان مصطفى ملوش ذنب في القرف ده. النهارده مصطفى شوبير كان واخد الكرة ورايح يقف ورا الجون، عشان عارف ان لعيبه الوداد والعيال حامل الكرات بتاع الوداد ما بيدوناش الكرة، فكان ماسك الكرة واشتغل حامل كرات عشان يدي الشناوي الكرة يلعب بسرعه. فدي حاجه ودي حاجه. بس الفكره بالنسبه لي هنا ان اللي قاله شوبير قاعد في المغرب، فما اعرفش جاب الخبر منين، واعضاء مجلس الاداره كلهم موجودين وقرفانين اخر قرف. بصراحه هو اللي ادى شوبير الخبر النهارده غفله، بس انا شايف انه عادي. انت بس او احنا بس او انا بس عشان متضايق، فاي خبر هيطلع دلوقتي هياخد 10 اضعاف. يعني لو الخبر كويس الله الله جدا، لو طلع وحش يا دين 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 دين، فده خبر وحش فخد الدين دين دين مش الله. فاهمني؟ انا والله ما اعرف جايب هدوء ايه ده منين. انا المفروض اني متعصب اكتر من كده، بس حاسس ان انا هادي، يمكن عشان راضي، حاسس برضا. يعني حاسس ان الكوره دايما الكوره مكسب وخساره، وكان عندي شويه احساس جوايا بيقول لي ان المباراه متسستمه شويه، انها رايحه لسكه معينه. وفي نفس الوقت قلت لكم اني ما بحبش نظريه المؤامره، وما بحبش التعامل بيها يعني. لكن يظل الأمر كان بنسبة كبيرة متوجه للوداد، وإحنا كنا بنتكلم بينا وبين بعض كأصحاب كده يعني، إن إحنا بنقول من ساعة المباراة ما اتقال عليها إنها تتلعب في المغرب، قلنا الماتش صعب جدا يعني، وقلنا إن الجمهور بتاع الوداد هيبقى صعب جدا، لكنه طلع أصعب مما كنا نتخيل. وأتمنى يا رب إن شاء الله إن نرجع تاني. أحاول بقى ناخد الكومنتات عشان مبقاش نرجع من الاول. ابراهيم بيقول لي انت عيطت؟ لا مش بعيط، العياط جوه، العياط جوه. محمود عزاز بيقول لي كابتن محمود الخطيب السبب الاول والرئيسي، مش سكوت عشان مش لاقي كلام، لا من كتر الكلام. مشارك لكنه ليس السبب الاول، مشارك لكنه ليس السبب الاول. خليني اجي معاك للاسباب من بدايتها. انت الموضوع ده كان هيتحل ازاي لو انت نظمت المباراة صح؟ لانك رايح تلاعب الوداد وهو زايد عنك كل حاجة، زايد عنك كل حاجة يعني، الجمهور ده لوحده موال يعني. بس اتحاد الكورة المصري هو السبب الرئيسي الاول، ده وجهة نظري، هو السبب الرئيسي الاول اتحاد الكورة المصري اللي سالت ايده من الموضوع ولا كانه موجود، وده انا مستغربه جدا. سالت ايده بشكل كبير يعني، ومش شايف في الاعلام حد نزل فيه التقطيع ده. اقول لك على حاجه، كارثه زي دي كانت لازم تتعامل نفس معامله الاعلام لتقطيعهم في حسام البدري لما ما كانوش طايينه. انتوا تفتكروا الاعلام عمل ايه في حسام البدري ولا ناسين؟ كانوا وشه. ده كان لازم يبقى الوضع بتاع تعامل الاعلام مع اتحاد الكوره اللي جاله خطاب من الكاف حطه في الدرج وقفل عليه، واتفاجئنا مره واحده ان المغرب والسنغال بس اللي مقدمين. فشكرا، احنا لو اعتبروها مصر والسنغال اللي قدموا في لحظه كنا هنعمل ديل مع السنغال ونزحلقهم ونمسكها احنا. المغاربه لعبوها صح، صح جدا كمان. فانا شايف ان السبب الاولاني هو اتحاد الكره المصري. ضياء بيقول الانسحاب معناه خساره الحاضر والمستقبل، ونسيب الفرصه لفرق عره تكسب. بص، عشان بس انا عارف ان الكلام ده هيتكرر كتير، فكره ان ابو تريكه قال ننسحب، ما يقول ابو تريكه ننسحب، ما يقول يا يعني. ابو تريكه مش نبي يا جماعه يعني، على راسي يا حبيبي، ده ابو تريكه يعني. ابو تريكه اللي هو لو قال سمعا وطاعه يا صديقي يعني. بس يا محمد عادل القيعي قال ايه؟ محمد عادل القيعي ما برضو ابن الرز عوام يعني، وانا دايما بقول ان انا لو في المشجعين مثل اعلى ليه هاخد محمد عدلي يعني. محمد عدلي القيعي جاب زاويه حلوه جدا، قال لك انت ليك رعاه بيدوك فلوس، فلوس بالملايين اهو، ما يقرب من مليار يعني في الكام سنه. لما هتنسحب من بطوله افريقيا هتقول لهم ايه؟ معلش انا اسف سوري، انا خدت منكم فلوس او عاوز منكم فلوس، وانا يا دوب هلعب في الدوري المصري، هيتفرج عليا الناس اللي بيشجعوا البنك الاهلي؟ ده انت اكل عيشك وراس مالك جايلك من انك بتكسب افريقيا وتروح كاس العالم، تيجي تقول لي مش هلعب وهنسحب؟ مين الكسبان يا حبيبي؟ تقول لي
بس احنا لما نعمل معاهم كده احنا هنقرصهم. تقرص مين؟ تقرص مين؟ الاتحاد الافريقي ده مور ذان جاحد، يعني معدي مرحله الجحدان بكتير يا حبيبي. ده رئيس الاتحاد الدولي كان قاعد في المدرج النهارده، ورئيس النادي بتاعك مش عارف يدخل، والمباراه تحت مسؤوليه الكاف مش تحت مسؤوليه احد تاني. مور ذان جاحد. الاتحاد الافريقي ده المباراه النهائيه كريزه كريزه بتاعت التورتايه اللي كانت بين الوداد والترجي، المباراه ما اتلعبتش، انسحبوا ما بين الشوطين وعادي خالص. اتحاد افريقي مين؟ اتحاد افريقي انسحاب ايه؟ يا جماعه ازاي بس؟ دكتور محمد عبد الغني مساء الفل عليك. وانا بيقول لي انا نفسي افهم حاجه، هو المنطقي والعقلاني هو اللي مرفوض؟ والله هو المنطقي والعقلاني مع الكاف ما بيمشيش، وعموما اصلا في مصر كمان ما بيمشيش، ما بيمشيش. معاناه والله اصحاب المنطقه، معاناه يعيشها اصحاب المنطقه. انا عارف انا بقول لك ايه. صافي بتقول هي اللي تسترجل، هم بس استرجلوا كان هيفرق كتير. دي في نقطة او وقت ما كنت بتكلم عن اللعيبة، اللعيبة بس ما استرجلوش، ما فيش غير طاهر محمد طاهر اللي انا شفته مسترجل او شفته موت نفسه للاخر، طاهر بس. كان نفسي اشوف معدن اللعيبة في المواقف دي. لا بصراحة يعني عشان بس ما نبقاش ظالمين، معدن اللعيبة ظهر في ماتشات كتير، ما النهارده داي اوف، لكن ما اقدرش اقول عليهم مش رجاله. هم النهارده ما كانوش كويسين، ما كانوش كويسين، هم رجاله مش لسه دلوقتي هيثبتوا رجولتهم. الناس واصله ثالث نهائي على التوالي يا جماعه، مش حرام نهد المعبد؟ حرام نهد المعبد. ناس واصله ثلاث مرات دوري ابطال افريقيا، اتنين برونزيه كاس عالم، اتنين، ازاي مش رجاله؟ لا رجاله، هم النهارده ما كانوش كويسين. مصطفى سعيد بيقول لي مين اللعيبه اللي المفروض تمشي؟ يا بص هبقى بحكي في المحكي، يعني هبقى محكي في المحكي دلوقتي. اعمل كده في الفيسبوك بتاعك وهتلاقي الاسامي بتاعت اللعيب معروفين، يعني والله معروفين. الكرة اصلا مش كيمياء، في حاجات في الكرة ضيقة قوي محتاجة ناس عباقرة يخشوا فيها، او محتاجة ناس تعمل سيرشز، او محتاجة ناس عندها لغة اجنبية شوية فيعرفوا يتفرجوا على الاجانب فيعرفوا يجيبوا التفاصيل بتاعتها. لكن في حاجات في الكوره لا ما يشوفها، يعني في حاجات بديهيات كده مش محتاجه، مش هقول اسامي عشان مش ناقصه، يعني لعيبه باينه قوي باينه قوي. يا جماعه انا ممكن اقول انا بتفرج على 22 واحد، هستاذنكم اكتبوا مين النهارده، مين النهارده اكتر لاعب المفروض يمشي من الاهلي وانتم مش طايقينه، مش عشان ماتش النهارده، لا عشان بقاله سنين زي الزفت. هتجتمعوا عليه، هتجتمعوا عليهم مش عليه، هنجتمع عليهم. بديهيات. تتوقع موسيماني يمشي؟ حلوه الاسئله المباشره اللي مش محتاجه لف ودوران. موسيماني لو خسر من الزمالك يمشي صح؟ صح. محمد عصام بيقول مش عايزين نسعى، احنا ابطالها والله وان شاء الله نعوضها. ده اللي انا قلته لاصحابي والله يا محمد. صح صح جدا. دكتور محمد بيقول لي نفسي افهم احنا ازاي وافقنا نلعب هناك، هنتحرم من المنافسات او غرامات ماليه؟ ماشي بس فرضت مبدا حافظت على كرامتك. انا جاوبت على السؤال ده يا دكتور اهو، بقول لك ما كانش ينفع. جمال مرزوق ازيك يا كابتن جمال عامل ايه؟ هارد لك وقدر الله ما شاء فعل طول الماتش كله، لما تيجي صوره زهير المترجم الله يسامحه افتكرك. في ناس حبايبي قوي قوي كلموني وقالوا لي زهير المترجم شبهك. اه والله شبه الواد، وجاب جون في الزمالك وجونين في الاهلي. اه والله العظيم الضحكه الوحيده اللي ضحكتها في اليوم هو الافيه ده. انا استاذنكم بس لو بتتفرجوا على الفيديو اعملوا لايك، يعني اي رياكت عشان بس يبقى يظهر لي في يظهر للناس في الـ في الـ لما يجوا لما يسيبوا يعملوا لي رياكت، اي حاجه رياكت لاف رياكت انجري رياكت ها ها اي ها كده يعني. شكرا يا شباب اللايكات بتوصل يعني. طيب نطلع كمان شويه. ابراهيم بيقول لي مفيش نوم، معلش مفيش نوم. هارد لك. سهير المترجم دي خلاص وصلناها. محمد هاني ما ينفعش يكمل هو والشحات عشان لقطاتهم متكرره. قلتم يا واد قلتم، قولوا لا اتجننت. هو الجمعة قال اللي كلنا نفسنا نقوله،
وائل جمعه قبل ما يكون لعيب كوره ومحلل فهو مشجع. وائل جمعه اهلاوي يا جماعه، اهلاوي والله. صافي بتقول شويه اشباح كانوا في الملعب، احنا لعيبتنا ما جاتش. حرفيا وصف دقيق، وصف دقيق. شويه اشباح وما جوش. تقى بتقول لي فعلا حتى شوبير قال ان كان جنبه جمال جبر ومش سامعين بعض من صوت الجمهور. عظمه عظمه عظمه. كنت بقول ان عندي احلام لحضور مباريات في ملاعب معينه. كنت بقول ان انا نفسي احضر مباراه لمانشستر يونايتد قدام ليفربول في انفيلد وفي اولد ترافورد. كنت نفسي احضر مباراه في البومبونيرا بين ريفر بليت وبوكا جونيورز. نفسي احضر مباراه في استاد رادس للترجي. وطبعا طبعا ضفت ليهم مباراه للوداد، ضفت ليهم مباراه للوداد ما يكونش طرف فيها الاهلي، يعني مش ناقصه تناح. احنا كده اتكلمنا على نقطه شوبير. ماشي ماشي. صافي قالت على بيان شوبير، تمام. عبد الرحمن ابو رجان بيقول عطيته انا حزين جدا ومش طايق نفسي والله، هون على نفسك. صلوا على النبي، صلوا على النبي في سركم حتى، صلوا على النبي. شايفك انت بتقول عليه الصلاه والسلام، شايفك. موسيماني ظالم ولا مظلوم؟ يا نهار ابيض على السؤال، يا نهار ابيض على السؤال. صعب قوي يا اخي، سؤال صعب قوي يا اخي. مش عارف والله، والله ما عارف ايه السؤال الصعب ده، ايه السؤال الصعب ده. بس يعني اقول لك صراحة يعني، لا مش مظلوم اكتر منه ظالم. مظلوم اكتر منه ظالم. مظلوم في ان الانجازات اللي عاملها فظيعة، بس مشكلة الجمهور الاهلاوي انه ما بيرضاش الا بالكمال، والكمال لله. فالاداء مش مريح، مش مريح. النتائج مخليك ساكت وقاطم، بس الاداء مخليك. فدلوقتي النتائج بدأت تكرر، فعشان كده بدأ يخش في سكة الظلم. عبد الرحمن بيقول يا ريت الجماعة المسؤولين عن الكورة يتعلموا ويدخلوا الجمهور. ماليش دعوة، ماليش دعوة، كلم انت المسؤولين، مش هزعل حد مني. انا ماليش دعوة المسؤولين، انا عايز الجمهور يدخل بس براحتكم. صافي بتقول ما كلنا متنيرين عارفين انها رايحه للوداد، بس مش بالسوق ده وبالاداء ده. يا وش يا وش، بالراحه بالراحه. ابراهيم بيقول لي هو قال مصطفى كان هيطلع اعاره الموسم اللي فات بس موسيماني رفض. ان شاء الله يطلع اعاره عشان مصلحه مصطفى والله، مش عشان حاجه تاني. شوبير لسه منزل خبر شويه ان الاهلي خلص صفقه سوبر ومش بن شرقي ومش مهاجم. انا شفت دي والكومنتات اللي اتكتبت تحتها بتقول السكريبت اتوزع، السكريبت اتوزع عشان يداروا على خيبتهم وبتاع. لا مش سكريبت، مش سكريبت. محدش اصلا طايق يقول لحد اعمل كذا. واي حد هياخد قرار دلوقتي هيطلع غلط. ففي الاوقات اللي زي كده الهدوء الطف بكتير. الغلط اعطيته مش الاداره، الغلط من الكاف والاخ هاني ابو ريده واتحاد الكوره. شفت ابو ريده كان قاعد النهارده في الاستاد. انا ماشي. ابو رجان بيقول الاعلام زملكاوي اعطيته، يعني زملكاوي طبعا. موسيماني غلط في اداره المباراه والتشكيل، عادي جدا. دي حاجات ما بزعلش منها لو كان مصطفى عطيته هو اللي بيدرب. ابويا، مع ان ابويا ما بيغلطش. ابويا التشكيل هيحطه صح، ولو خسرنا يبقى العيب في اللعيبه، ولو كسبنا يبقى ابويا هو اللي جاب الجوان. ابويا فوق الجميع. ابويا فوق الجميع. موسيماني قلناها دي. كنا واقفين عند تقى بتقول وندفع كل الملايين دي للعيبه بس ونجيب اجانب عشان نكسب الدوري اللي كنا بنكسبه بصبر الرحيل اصلا. والله ده برضو من المنطق اللي بنتكلم فيه. انت دلوقتي لو انسحبت هتلاقي نفسك مطالب ان انت يبقى معاك فلوس هتجيبها منين مش عارف، ومضطر ان انت تجيب اجانب. طب هتجيبهم منين مش عارف، فانت هتجيب اجانب ليه اصلا؟ انت بتلعب في الدوري المصري، ما همش لازمه. الدنيا هبوظ. لا احنا نستمر زي ما احنا ونتعامل مع الكاف ده بما يليق بعد كده بقى، طيبه وجدعانه، واحنا الكبار وبتاع. لا مفيش الكلام ده، ما تلاقوش ان شاء الله. بس لازم الدوله تقف معانا، لان ما ينفعش يبقى احنا والدوله على خلاف.
لازم، لان النادي الاهلي غصب عن التخين نادي الدوله، مش نادي الدوله بالطبطبه، لا نادي الدوله لانه الوحيد اللي رافع راس مصر في الكوره، الوحيد اللي مشرف مصر في افريقيا والعالم، ولهذا احنا نادي الدوله، واحنا مصدر، احنا الواجهه الحقيقيه النظيفه للكوره المصريه، مش نادي الدوله زي ما بيقولوها ولاد العم اللي كانوا بيشتموا في بعض من يومين. احنا لو نادي الدوله كان على الاقل رئيس اتحاد الكوره ولا وزير الرياضه كان شرفنا وراح معانا النهارده باي صفه، باي صفه كان قاعد في المدرجات زي ما كان موجود في الكاميرون في كاس الامم الافريقيه وسلم على صلاح عشان يتصور معاه وياخد السوكسيه وصورته تنزل في ذا سان مثلا ولا حاجه، لكن النهارده ما فيش شخص كان موجود يبقى مع النادي الاهلي، الاهلي كان بيحارب لوحده لوحده. حسين الخواجه بيقول عندي كام نقطه عايز اتكلم فيها، موسيماني قرر يلعب كره طويله بسبب التكتل الدفاعي للوداد، يبقى مش هينفع تاو، كان لازم فيرويد يعني حسام حسن. ثانيا تاو مش هيلعب جناح غير جناح غير كده بلح. ثالثا حسين الشحات تقيل عليه. ربيع عبد القادر ما يخرجش، هو الوحيد اللي يقدر يعدي واحد لواحد. كل دي اراء فنيه اختلفت معاك او اتفقت معاك، فانت بتتكلم في الصح، انت بتتكلم في انتقاد عادي جدا وارد جدا، ومتفق معاك على حاجه على فكره في حاجات فيهم، بس هضطر ما اجاوبش عليهم كلهم لاني مش هينفع افوت نقط فيهم، في حاجات انت قايلها لو قلتها هتبقى مش لطيفه لو انا قلتها، فيعني نفوتها بس وكده. بس كلامك صح. عبد الرحمن بيقول لي اعطيته التعنت الواضح من اتحاد الكوره وهاني ابو ريده. الحقيقه انا ما عنديش، مش فاهم والله ما فاهم ليه، يعني احنا عملنا ايه وحش، عملنا ايه وحش معاهم عشان يعملوا معانا كده، وليه دايما زنقين الخطيب في الكورنر بتاع انه عشان مؤدب هنضغط عليه، وللاسف يا جماعه والله العظيم من هنا لغايه يوم القيامه والله ما هلوم على الخطيب في مره انه مؤدب، عمرها ما هتحصل، الصح صح والغلط غلط، بس لازم الاداره تكون ناشفه عن كده، مش ادبك، ادبك على عيني وراسي، وعنصر من عناصر تواجدك ككبير للمكان، والكبير مش قليل ادب، الكبير بهيبته، فانت ما تضيعش هيبتك بانك تكون طيب زياده عن اللزوم، طيب زياده عن اللزوم، ده ما بيجيبش، ده ما بيجيبش. محمد هاني، بصوا يا جماعه انتوا لما طلبت منكم تقولوا اسامي الناس كتبتوا اسامي لعيبه واتفقتوا عليها، فيعني الهجوم شديد على الخطيب مبرر؟ طبعا مبرر، لا مبرر ليه ما بص احنا دلوقتي النادي الاهلي وبنلعب مباراه، بدر بانون ما لعبش لانه مصاب، لو طلع دلوقتي الجمهور ينتقده ده اسمه نقد وهجوم غير مبرر، غير مبرر لان مفيش اسباب تنتقد عليها الرجل، مفيش حدوته اصلا، لكن احنا هنا بنتكلم على رئيس النادي الاهلي، فليه انتقادات وهجوم؟ لان الناس شايفه ان الاهلي مظلوم، فطبيعي يبقى ابو يهاجم. الهجوم ده بقى صح او غلط نتفق ونختلف، لكنه مبرر. وصلت. ابراهيم رمضان بيقول هل تقدر تناقش ليه ما حدش في الدوله وقف مع الاهلي في موضوع الملعب والاستقبال اللي زي الزفت ده؟ لا لا يا عم ليه تناقش ليه؟ الحاجات في الحاجات معروفه للناس وكل واحد يفكر في الموضوع براحته، لكن باي حال من الاحوال انا عارف مدى تقدير الدوله لمحمود الخطيب وللنادي الاهلي جدا يعني، بس لينا حق نتضايق ونزعل، طالما بنزعل بادب محدش هيقول لنا حاجه، مش عايزين بس نتكلم في اكتر من كده يعني، لو 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 في كلام ورا اللي انا قلته ده وصل لك افهم منه يعني. تقعد بتقول طب ايه ردك على اللي بيقولوا ان اللعيبه دي هي اللي لعبت في ماتش زي الهلال واقرب حاجه ماتش الرجاء، ايه بقى اللي اختلف في الماتش ده؟ الجمهور ده خوفهم فعلا يعني اكتر من جمهور الرجاء بكتير. تاني حاجه التوفيق مش معاهم خالص خالص، التوفيق مش موجود معانا خالص. ف امبارح لما كنت بتكلم في لايف كنت بقول بتمنى من ربنا يعني ان بتمنى من ربنا ان التوفيق يبقى معانا، بس ربنا مش رايد لنا التوفيق، فده موال حاسم يعني. عمرو ترياني بيقول لي الحمد لله، الحمد لله يا عمور، ودموعك غاليه يا صاحبي يعني، دموعك غاليه والله.
انت عديت التعليق بتاعي عطيته، معلش انا اسف التعليق بتاعك كان ايه، ما انا اسف اكتبه لي تاني يا حبيبي، معلش انا اسف والله، انا الكومنتات بتجري بشكل غريب، في حقك عليا. تحياتي لك يا عطيته، ترجوي مر من هنا يا حبيبي يا اشرف. ما نتحرمش منك يا صديقي، ونتقابل ان شاء الله السنه اللي جايه في النهائي باذن الله هنكسبكم. موسيماني لو راح اي نادي غير الاهلي ممكن ينجح؟ يا باشا موسيماني جاي لك ناجح يعني، يروح وينجح عايز، انت جايب موسيماني وهو كان واخد افريقيا وكسبانك 5، فلا هينجح في اماكن تانية، بس هو هل المكان اللي هيروح له هيكون متوافر فيه العناصر اللي تنجحه ولا لا؟ هي دي الحدوته. احنا بس عشان ما نطولش ان شاء الله بس 10 دقايق عشان عندنا شغل الصبح وهنتروق، البصمه ما بترحمش. طيب صافي، هل الاهلي بقى مستباح وملوش ظهر ولا بيتعمل له حساب من في فتره الخطيب؟ لا الاهلي بقى مستباح، والاهلي ما بقالوش ظهر، واحساسي ان ما بيتعملوش حساب بقى واصل للناس كلها، مش هنكر خالص على فكره، والله العظيم بقول الكلام ده وقلبي بيتقطع يعني، بس ما بنشوف بعينينا يعني، كم من بيانات بتنزل وما انا مش مختلف على فكره ولا ماشي مع الترند بتاع انتوا ايه البيانات اللي بتنزلوها دي كلها، لا ينزل بيانات ما عنديش مشكله، بيانات توضيحيه زي اللي كانت بتحصل النهارده، بيان توضيحي زي اللي حصل من شويه ان النادي الاهلي لم يعقد اجتماعا وكل اللي اتقال ده هلس، اهو بالمره خلى الناس بصت لشوبير بصه مختلفه وقالوا عليه مش عارف ايه، فاهمني؟ لكن انا بتكلم في البيانات القويه اللي ما بتتنفسش يعني، ابسط حاجه في بيان طلع وقالوا للكاف رد علينا في خلال مش عارف 72 ساعه، ما حصلش، ده بيكسر الهيبه، بيكسر الهيبه. كفايه اسئله قويه، كفايه اسئله قويه. اعتقد شركه الكره عليها دور كبير الموسم الجاي، بس المشكله ان مفيش لعيبه سوبر في الدوري، مش هنعرف نجيب غير جناح اجنبي. انت مش محتاج على فكره كتير، انت محتاج انا عارف بس مش كتير، خلي بالك ان الفرقه اللي معانا دلوقتي فرقه كبيره، فقدنا بس منها عنصرين وقعونا خالص، اكرم توفيق وبدر بانون، وفي مباراه زي النهائيه دي للاسف كنا مفتقدين عمرو السوليه اللي من ساعه ما نزل لعبنا كوره، عمرو السوليه من ساعه ما نزل احنا لعبنا كوره، فلو كان عمرو السوليه موجود من الاول كانت فرقت، فاحنا محتاجين طبعا تدعيمات بس مش قوي محتاجين. عبد الرحمن بيقول عطيته لما خسرنا من الترجي 2018 خرج الجمهور وعمل حاجه كويسه وهدف للاهلي في الشارع. في مشكله دلوقتي ان الجمهور على خلاف مع الاداره، فالجمهور صدقني هو لو في حاجه لازم تتعمل، لو انا في ايدي اعملها، بس انا هتشتم عليها يعني، ان انا هعمل بوست اشكر فيه اللعيبه دي على اللي عملوه في 3 سنين اللي فاتوا، لانه اللي حصل ده تاريخي، اللي عملوه تاريخي يعني، فلا يتسقف لهم عادي بعد خساره النهارده، هارد لك وماتش وعدى، ده بالنسبه للعيبه على فكره، الاداره لهم عليها كما تريد لان حبالهم طويله، لكن اللعيبه هسقف لهم. وبالمناسبه اعتبر موسيماني مثلا يعني مش الصبح، والله انا هسقف له واحط له بوست واقول له نورتينا وشرفتنا والاهلي بيتك في اي وقت تنور وتشرف. ف الخلاف مع الاداره هو اللي عامل المشكله بس. في كومنتات كتيره ولا يا نهار ابيض ده كتير قوي يا جماعه. ايه ده؟ لا مش كتير قوي، ده انا لما برفع اللي فوق الكومنتات بتتكرر تاني. وانا وصلنا فين بقى؟ لا ده تلاقي في كومنتات كتير. انا نفسي عطيه الاهلي ياخد موقف من اتحاد الكوره ويعند مع اللعيبه ما تروحش. ايه يا عم ده؟ لا يا عم احنا الاهلي. لا طبعا. اللعيبه ايه اللي ما تروحش؟ المنتخب؟ لا يا حبيبي مفيش الكلام ده. النادي الاهلي ما يعانيتش مصر، اتحاد الكوره يغور في 60 داهيه، انما منتخب مصر يخص مصر، خش ما يخصش اتحاد الكوره يعني. لا لعيبتنا تروح وتلعب وتشرف بلدها وتشرف نفسها وتشرف ناديها، وقيمتهم التسويقيه تزيد وتعلى، والاهلي اسمه ينور في كل حته. انما ما عانتش بلدي. لا انت نادي الوطنيه، افتكر دي كويس، كل ما تلاقي نفسك متضايق من اشخاص احسبها كده، انت نادي الوطنيه، انت نادي الوطنيه، الاهلي نادي الوطنيه، يغور اتحاد الكوره والتلاته اربعه اللي فيه، الاهلي نادي الوطنيه. مين يتحمل ان خط النص بتاعك يتصاب كله؟ والله ما حد مصاب على فكره، اللي قعد في الماتشين اللي فات ديانج وحمدي فتحي ما كانوش مصابين 100%، كان بيريحوا.
اللي اتصاب عمرو السوليه يا جماعه الاجهاد اللي الاهلي بيلعب فيه ده مش طبيعي والله. يعني هو اكيد طالما في اجهاد بدني يتحمله الجهاز الفني ده بديهيات يعني، بس اللعيبه بتاعتنا اتبهدلت والله. طب انا هحاول اجري بسرعه عشان لو في اسئله الناس ما خدتش اسئلتها هجاوبها، ولو في سؤال قوي لحد سال قبل كده ماشي. في سؤال قوي بيقول بن شرقي هيكون مفيد ولا زي كهربا؟ هيكون مفيد، هيكون مفيد اتمنى يعني، اصل خلي بالك اللعيبه زي البطيخه. يا حمر يا قرع يعني، ما اعرفش اوصف الكلام ده. بس البدني وقع والمهاره الفرديه انعدمت، مستوى اللعيبه مستوى بينزل. يا عم قطعت الفرقه يا ابراهيم، عم عندنا لعيبه كويسه والله. انا خلصت الاسئله، مبسوط قوي. كامل محبتي وودتي اشرف، خلاص كده الحمد لله. طيب انا الحقيقه يعني كنت فاكر ان انا هطلع لايف صغير، بس اعتقد ان انا ممكن هعرف اخش انام دلوقتي. لان كل ده كنت هنام بيه، كل ده كنت هنام بيه. ف اتمنى يعني يا رب اولا اعملوا لي لايك تاني، اعملوا لايك بس تاني عشان اللايف لما اصحى يكون الناس، او لما نصحى يكون الناس تشوفوا. اتمنى اكون الدردشه معاكم او حتى كومنتاتكم لما كتبتوها هدت شويه من اللي جواكم، ولو 1% هبقى مبسوط قوي. وتعرفوا تناموا، تناموا وانتوا يعني شويه الدقيقه اللي جواكم، ومش هقول لكم يروحوا خالص لان صعب ده يروح، بس على الاقل الفخر اللي جواكم انكم منتمين للنادي الاهلي يفضل زي ما هو. ما تحسوش ان الموضوع سلبي اكتر من حجمه، هو في الاول وفي الاخر كوره، واحنا كلنا عارفين ومقتنعين ان الكوره عمرها ما هتكون مكسب، بس هتكون مكسب وخساره، بس عملنا اللي علينا لغايه النهائي في الكوره يعني. لكن النهارده التوفيق مش معانا. لو في حد في الليله دي ممكن اشكره فهقول لطاهر محمد طاهر بس، شكرا. والباقيين مش هقول لهم عيب عليكم، ما هتكسف اقولها، لكن هقول لهم شدوا حيلكم بس في اللي جاي. عندنا في خلال الشهر الجاي ده الزمالك، ف مش عايزين الجاب يكبر، مش عايزين الوقعه تزيد، عاوزين نمسك نفسنا عشان البكره الخيط ما تكرش. احنا عندنا الدوري، ولو كسبنا الماتشات المؤجله هنبقى الاول، فده مطلوب منكم، ودي مش اختياري، دي اجباري. الاهلي في الدوري هو الحاجه اللي بتوصله لدوري ابطال افريقيا، اللي بتوصله للبطوله وكاس العالم للانديه. فشدوا حيلكم كده واجمدوا. ابراهيم بيقول لي عطيته عشان بس اخلص الاسئله، عطيته بيلعبوا في اوروبا يوم ويوم ومفيش اجهاد. لا احنا مش يوم ويوم، احنا بقى لنا 4 سنين ما خدناش اجازه. يعني المواسم في بعض، فهو ده المشكله. هناك بيلعبوا حتى ولو يوم ويوم، بس الجدول محطوط وجاهز، فالمعد البدني بيعرف يجهز اللعيبه بدنيا. بيلعبوا في ملاعب نظيفه، في انتقالات بتاخد يا دوب ساعتين بالقطر او بالاتوبيس. احنا هنا عشان نروح المغرب 5 ساعات ونص بالطياره. فلا معاناه، ما تقارنش. حسين الشحات ضحى كتير عشان يجي، لو مشي هيكون كده غدرنا بيه. غدرنا بمين؟ بس يا احمد، بس يا احمد، بس ما تبوظليش اللايف يا احمد، بس يا حبيبي، بس يا بابا كده كخ، ما تاكلش حاجه بالارض، ما تاكلش حاجه بالارض يا احمد. انا بحب حسين جدا والله. بس عشان بحب حسين عايزه يمشي، بس اكتر من كده ما عنديش. انا مبسوط جدا ان انا كنت معاكم، ومبسوط جدا بالناس اللي موجوده في اللايف من اوله لاخره. بحبكم جدا، وساعدتوني ان انا اعرف النهارده انام، بس مش عارف هصحى، عارف اصحى ولا لا. ده يعني غالبا اروح شغل متاخر، غالبا هروح شغل متاخر، فان شاء الله خير يعني. شكرا جدا على وجودكم. محمد عبد الغني اخر حاجه، محدش يكتب تاني، محدش يكتب حاجه تاني. محمد عبد الغني بيقول الفكره انهم ما كانوش قادرين يقفوا على رجلهم. انا مش فاهم، انا مش بصراحه. الحاجه الاولانيه اللي مخلياني بقول كده ان هم كانوا يهابون الجمهور بشكل كبير، بصراحه حاجه صعبه جدا يا جدعان. محدش يكتب كومنتات تاني، كل ما اشوف كومنت مش عايز امشي. عبد الرحمن بيقول لي ايه عطيته الموقف، ايه عطيته موقف الاداره تعملها وتكون، ايه عطيته الموقف الاداره تعملها وتكون شخصيه حلوه. هو انا مش عارف السؤال، حاسس ان في حاجات غلط، او انت بتكتب عشان عاوز تلحقني قبل ما اقفل، بس ايه هحاول اخمن السؤال. الموقف اللي الاداره تعمله ويكون بيخلي شكلنا حلو، انا اعتقد ان هو ده. اول حاجه اليومين الجايين دول نسكت،
نسكت، لان الكلام وقت العصبيه ده ما بيبقاش لطيف. هيقابل بردود فعل سلبيه قويه جدا، ومحتاجين تاني في القرار، فنصبر شويه وبعد كده نشوف هنعمل ايه. اما بقى اتحاد الكوره لازم نتعامل معاه بصرامه بصرامه. الى ان نلتقي ان شاء الله على خير يعني في لايفات تاني جايه كتير. نستودعكم الله ونشوف وشكم ان شاء الله على خير. كفايه اسئله، معلش هو دينجا كان موجود صح؟ كان موجود بس كان تعبان قوي زي الزفت يعني. انت كلها شخصيه مع الاتحادات. انت عاوز شخصيه اهلاويه تخش الاتحاد، تخش الاداره ويكون ليها شخصيه واسم مع الاتحادات. اذا كان عندك محمود الخطيب عم الكوره في الدنيا ومحدش عامل له حساب دلوقتي، مش محدش عامل له حساب دبيبه يعني برضه يا جماعه، لكن طيبته مخليه الناس تقول عادي مش هيعمل لنا حاجه. هجيب لك مين شخصيه يعني؟ خالد مرتجل اللي المفروض علاقاته مغرقه اوروبا يعني، ولا حاجه، مفيش حاجه جديده. النهارده وقفوه على البوابه، يا نهار اسود، محمود الخطيب وقف على بوابه ما دخلش. بس يا جماعه بس تصبحوا على خير، وانا بقفل بالماوس ده. نورتونا يا جماعه وشرفتوني، شكرا جدا على حضوركم في اللايف، ومبسوط جدا انكم كنتوا معانا. السلام عليكم.